الزمول المهجنات الأصايل والثمانية كيلو مترات هي الحاضرة هناك أيضا لهذه الأسماء الجميلة المنطلقة بأمال المشاركين. الصدارة والمقدمة مع الباز سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، والمركز الثاني يتقدم بحر ويتقدم شعار عبيد بن مبارك بالحول الحارثي على المركز الثاني في هذه اللحظات. انتقل نقلة مباشرة مع المركز الثالث، وصل هناك شاهين وتقدم حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي على المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع هناك التقدم هنا أيضا من الغزال أحمد بن غانم بن علي المنصوري، هنا أيضا وصل راعي عز الطلب هناك أيضا ومنطلق مع الغزال على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول هناك من مياس عديك بن عبيد بن سعيد الهاجري، وهناك المركز الخامس التحديات والإثارة المستمرة دائما من المراكز الخلفية. انتقل مع المركز السادس الوصول هناك ايضا من مشوش سالم بن دناب فالح الشامسي، والمركز السابع القدوم هناك ايضا والتدخل من ظبيان عبد الله بن حنس هناك ايضا العتيبي، والمركز الثامن في هذه اللحظات وصل العندليب وتقدم نابت بن سلطان بن علي بن رشيد. والمركز التاسع اشوف اللي قادم الحذر ناصر ابو محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، والمركز العاشر هناك ايضا ماي هاب تركي من مبلش بن مسفر ايضا يتواجد مع عاشر التحديات والإثارة في هذه اللحظات الجميلة والمميزة هنا دائما من هذه الأسماء من هذه الشعارات. بنوك الانتاج هنا ايضا وبنوك المستقبل تتواجد وتنطلق من الثمانية كيلو مترات في هذه اللحظات. الله على هذه الشعارات، الله على هذه الأسماء. هناك المنطلقة ايضا في عاصمة الميادين عبر هناك ايضا قناة الياس اعزائي المشاهدين الفضائية الناقلة من قلب الحدث، عودة الى الصدارة، عودة الى المركز الاول. بحر هناك ايضا يتواجد على صدارة هذا الشوط، عبيد بن مبارك بالحول الحارثي يتواجد وينطلق على الصدارة هو المقدمة. المركز الاول، المركز الثاني، اتابع هذه الشعارات المنطلقة هنا في هذه اللحظات. شاهين حميد بن سلطان بن خديده الفلاسي على المركز الثاني، ولكن هنا وصل راعي الغزال هنا ويتقدم احمد بن غانم بن علي المنصوري على المركز الثاني. هكذا انطلاقه الغزال، تحديات الغزال في هذا اللحظات. والمركز الرابع يتقدم الباز سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعه الاكتبي على المركز الرابع، والمركز الخامس يتقدم مشوش سالم بن دنان فالح الشامسي. هكذا الخماسية الماسية، ولكن هنا وصل هناك خداع سيب بن خليفة بن راشد المهيلي يتواجد، وهناك مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري. وصل هناك أيضا هذا الشعار ومقدم لنا انطلاقة مياس على المركز السادس في هذه اللحظات. يا سلام، هكذا المراكز الستة الأوائل المتقدمة والباحثة عن الناموس، الباحثة عن الصدارة هو المركز الأول. بينما بقية المراكز هناك أيضا أتعرف من خلال بقية المراكز بهذه الشعارات وترقبها مع جسر العبور. الصدارة والمقدمة المركز الأول في هذه اللحظات. هناك بحر ما زال على الصدارة، بحر ما زال على المقدمة مع المركز الأول. عبيد بن مبارك بالحول الحارثي يقدم لنا بحر، يقدم لنا هذا الشعار ليكون أول المنافسين، أول المنطلقين وأول المندفعين على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الغزال ما زال على المركز الثاني. هناك أحمد بن غانم بن علي المنصوري على ثاني المراكز في هذه اللحظات. المركز الثالث وصل الباز وتقدم ويتقدم سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع أتابع مشوش هناك ايضا وتحديات مشوش في هذه اللحظات سالم بن دناب وفالح الشامسي. وصل الشامسي هناك ايضا ويقدم لنا مشوش في هذا الانطلاق. والمركز الخامس في هذه اللحظات يبغي له مراقبه ومتابعه هنا شعار بن كديده مع شاهين حميد بن سلطان بن كديده الفلاسي، هنا ايضا يتواجد مع المركز
المركز الخامس في هذه اللحظات، المركز السادس أتابع مياس هناك أيضا على سادس المراكز، عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري على المركز السادس في هذه اللحظات. هكذا التحدي والإثارة للست المراكز الأولى المتقدمة، ولكن وصلوا أهالي الزمول من المراكز الخلفية، تقدموا هناك أيضا أعزائي المشاهدين، بدأ الهجوم من المراكز الخلفية في هذه اللحظات. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة هنا مع المركز الأول، ما زال بحر على الصدارة، ما زال بحر على مقدمة هذا الشوط. عتيقة وعبيد بن مبارك بالحول الحارثي هناك أيضا يتواجد إلى صدارة هذا الشوط، ولكن هناك وصل أبو غانم أحمد بن غانم بن علي المنصوري، هناك أيضا ينطلق مع الغزال على ثاني المراكز في هذه اللحظات. المركز الثالث الباز يتقدم وينطلق، ولكن التوقيت الأفضل هناك العين مروان بن غانم بن حمودة الظاهري، التوقيت 13 دقيقة 10 ثواني 7 أجزاء من الثانية. سلام تحية واحترام لهذا الشعار الاقتصادي هنا الذي يتواجد مع العين، وعودة إلى شوطنا، عودة إلى تحدياتنا، عودة مع الإثارة هناك أيضا والاندفاع الجميل. بحر ما زال والناموس بحر هنا مع جسر العبور، سلامي عليك الحارثي هنا يتواجد مع بحر هنا على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول، ولكن راعي عز الطلب هنا أذكر الماضي بهذا الشعار، وهناك الزين والأسماء المقدمة هنا أيضا، هناك أيضا الغزال أحمد بن غانم بن علي المنصوري. المركز الثالث الباز يتقدم سيف بن مطر بن محمد بن ربيعة الاجتبي على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع مشوش، بدأ يشوش هنا من هذه اللحظات، سالم بن دناب فالح الشامسي على المركز الرابع. المركز الخامس هناك أيضا شاهين حميد بن سلطان بن فديد الفلاسي على المركز الرابع أو الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس يتقدم مياس ويتقدم شعار بالهلي في هذه اللحظات. الله، وصلوا أهالي الجعدان، وصلوا أهالي الزمول هناك أيضا من المراكز الخلفية. وصل العندليب، تقدم نابت بن صالح بن علي بن رشيد على المركز السادس. المركز السابع مصدع حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري هناك ايضا يتواجد في هذا التواجد، بينما مايهاب تركي بن مملش بن هناك السفر ايضا يتقدم في هذه اللحظات. وهناك الوصول اعزائي المشاهدين من مسبح بن نايع بن صاروخ النعيمي، وصل هناك مياس وتقدم في هذه اللحظات، وهناك ايضا براك علي بن راشد الكتبي. الله، يا هذه الشعارات الجميلة، نشوان هنا أيضا انطلق شعار بن حادة، ووصل هناك أيضا الشعارات الكبيرة هنا، الشعارات العمالقة الكبار في موقع واحد، هناك الصراع والنزاع من أجل الناموس هنا في هذا الشوط. يا سلام، الله الله الله، الصدارة وين؟ الصدارة مع هناك أيضا يتواجد الغزال أحمد بن غانم بن علي المنصوري هنا. الشوط بدأ يشتعل، ولكن هناك أيضا هذا اللي يتسلل هنا علي بن راشد أيضا الاكتبي مع براك، وصل براك وتقدم في هذه اللحظات. ولكن شاهين حميد بن سلطان بن قديدة الفلاسي على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من مصدع حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، يبغي له متابعة ومراقبة على المركز الرابع، ولكن أتابع هناك العندليب نابت بن سلطان بن علي بن رشيد هناك، ولكن الله اللي ما يهاب هناك ايضا وصل تركي بن مملش ايضا اعزائي المشاهدين مقدم لنا ما يهاب في هذا الانطلاق في هذا المسار الجميل هناك والمميز، بينما هناك الوصول ايضا في هذه اللحظات اللي قادم هناك ايضا ومنطلق وماخذ للزاوية بحاله هناك شاهين احمد بن مانع بن علي الشامسي، ولكن عوده الى الصداره، عوده الى المقدمه، عوده الى المركز الاول هنا في هذه اللحظات. الله، يا سلام، بدا الرقص هنا، بدا التحدي، الكل
الصغير الكيلو الخطير هنا دهنا أجواء هذا الكيلو بدينا في الأمتار المجنونة على خيرة هناك أيضا في هذا المسار التحدي والإثارة ما زال براك علي بن راشد أيضا الكتبي يتواجد على صدارة هذا الشوط يتواجد إلى المقدمة مع المركز الأول مع التحديات والإثارة مع المسار الجميل على صدارة هذا الشوط المركز الثاني أتابع هناك الوصول أتابع الغزال أتابع التحدي أحمد بن غانم بن علي المنصوري يتواجد على المركز الثاني وصول هناك أيضا من شاهين أحمد بن سلطان بن قتيدة الثلاثي على المركز الثالث ولكن راح هناك أيضا راح براك انطلق على الصدارة مع المركز الأول هنا جولة الأوامر النهائية الغزال غادر على المركز الثاني وهناك أيضا براك براك والغزال الخمسمائة متر الأخيرة الناموس أين يتجه في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل الله الله المركز الثالث وصول من شاهين أحمد من سلطان بن قديدة الفلاسي ولكن أغلب للناموس براك أغلب للناموس براك على المركز الأول هنا حرك اللي بيحرك وروح يلي بتروح وتابع يلي بتتابع براك هناك علي بن راشد الكتبي على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول هنا في هذه اللحظات تهانينا 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 والناموس على هذا العرض الجميل والثمانية كيلو مترات هناك أيضا تتواجد مع هذا الشعار براك علي بن راشد الكتبي لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية تهانينا والناموس المركز الثاني كان من نصيب هناك أيضا الرصاصي عبد الله بن حنس بن أيضا العتيبي يتواجد على المركز الثاني والمركز الثالث هناك أيضا الغزال أحمد بن غانم بن المنصوري المركز الرابع كان من نصيب شاهين حميد بن سلطان بن قتيدة الفلاسي والمركز الخامس أيضا لحظات الوصول من مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بن هلي الهاجري عودة إلى التوقيت الزمني لحظات أيضا الوصول العبور إلى خط النهاية براك حميد علي بن راشد الكتبي والتوقيت علي بن راشد الهاتفي الكتبي يتواجد هناك أيضا مع انطلاقة براك 13 دقيقة 37 جزيل من الثانية تهانينا والناموس المركز الثاني كان من نصيب هناك أيضا رصاصي عبد الله بن حنس بن مسحل العتيبي هناك أيضا 13 دقيقة 39 7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث أيضا لحظات الوصول من الغزال قدم العرض الجميل أحمد بن غانم بن علي المنصوري و13 دقيقة 42 أيضا جزئين من الثانية تهانينا والناموس جميع الفائزين